نحضر اليوم في إطار تشبيك الموضوعات المتعلق بمسابقة الدورة السابعة لمسابقة تحدي القراءة العربي، والذي عرف محطات قبلية تتعلق بالمسابقة على مستوى المؤسسات التعليمية ثم على مستوى الأحواض المدرسية، واليوم نحضر إلى الإقصائيات النهائية المتعلقة بمسابقة تحدي القراءة العربي، والتي ستفرز ممثلين للمديرية الإقليمية والذين سيحضرون معنا في إطار المسابقة الجهوية يوم 29 من هذا الشهر على مستوى الأكاديمية. تعريف الإقصائيات الإقليمية لتحدي القراءة العربي على المستوى الإقليمي: مشاركة أزيد من 18 مؤسسة تعليمية من مختلف الأسلاك، وكذلك أزيد من 60 تلميذا وتلميذة مشاركة في الإقصائيات الإقليمية. عدد المشاركات والمشاركين في هذه المسابقة الإقليمية تجاوز 60 مشاركا ومشاركة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى اهتمام تلميذاتنا وتلاميذتنا بالقراءة وبالمطالعة وبالتصالح مع الكتاب. أنا سعيد باش نحضر معكم في هذه المحطة هذه اللي فعلا كنكون حققنا فيها الهدف، وانا كنشوف يعني كنشوف هاد الكلام اللي جالسين كيدير جوازات بين يديهم وكيقراو، هذا كيدل بانه راه تمكننا نضو واحد الحب ديال القراءه عند هاد المتعلمين، وبالتالي فكلكم فائزين. كتاب تربوي يدخل في اطار المسابقه النبيله لتحدي القراءه النسخه السابعه. نشكركم على الانخراط الفعال، ونتمنى للقراء الصغار والقارئات الصغيرات التوفيق في هذه المحطة الحاسمة. ثم المرور عبر المسابقات يعني المحلية، المسابقات على مستوى المجموعة التعاونية، الوصول طبعا إلى هذه المرحلة اللي هي تتويج لهذا المسار كله. شكرا سيدي على تحمل على التنقل والسفر ومرافقات وتأطير تلميذات وتلاميذ في هذه المدة. شكرا كذلك على تفاعلكم مع مختلف المحطات اللي عرفتها المسابقة، إن على مستوى المؤسسة أو على مستوى الأحواض أو على مستوى اللي كتواجدوا اليوم على المستوى الإقليمي. تحدث هذه القصة عن علاء الدين، مات أبوه وجاء عنده رجل غريب وعاش معا في سعادة. استعدت جيدا لهذه الإقصائيات، راجعت كل التلخيص وكل الكتب، وأتمنى من الله أن يوفق الجميع. أنصح التلاميذ والتلميذات بالقراءة، فهي كما قالت مريم أمجون مستشفى العقول، تعالج كل التفاهات والبلاهات. في هذا الصباح بالمشاركة في مسابقة تحدي القراءة قريت بزاف القصص، وأنا فرحانة بزاف وكنتمنى النجاح للجميع. وقد شاركت في تحدي القراءة لأنني من الناس محبين وعشاق التحدي، لأعرف مستواي بين الطلاب وبين الطلاب والمشاركين الآخرين، وأتمنى من الله أن يوفقني في هذا التحدي كي أصبح أحد القراء المتميزين في عالم القراءة، وشكرا. نتواجد اليوم في مركز ملتقى التكوينات حمان الفطواكي في إطار فعاليات المسابقات الإقليمية للنسخة السابعة من تحدي القراءة. هذه المسابقة التي تهدف إلى تطوير مهارات القراءة للمتعلمين، خاصة القراءة الاستكشافية والإبداعية.
هذه المسابقة التي تعرف مشاركة ما يزيد على 65 تلميذ وتلميذة من مختلف المؤسسات التعليمية التابعة للإقليم، سواء الوسطين القروي أو الحضري. هذه النسخة السابعة لتحدي القراءة تعتبر مسابقة متميزة نظرا للمجهود الكبير الذي بذله مختلف الفاعلين والشركاء الذين ساهموا في تحفيز هؤلاء التلميذ والتلاميذ من أجل المشاركة في هذا النشاط التربوي الثقافي الهام